نقطة بس عايز أتكلم فيها عن بما يخص إن كان في كلام كتير جدا عن طب الزمالك، كان زي ما قلت لكم على موضوع السلة والطايرة، طب كرة القدم كان في كلام ويعني نغمة كده دايرة شوية على السوشيال ميديا بتقول إن الزمالك في كلام إنه مش هيسدد الغرامات المتبقية وإن مش هيرفع القيد اللي موجود، وده ممكن يأثر إن يبقى فيه صفقات وزمالك مكتفي دلوقتي لأن المديونيات كبيرة. ده كلام طبعا داير وكلام كتير، معرفش حاجة دايما الغرض منه إيه، لكن لو جينا نفكر بمنطق هنلاقي إن كل الاتجاهات اللي الزمالك مشي فيها كلها لرفع إيقاف القيد، وكل الاتجاهات اللي اتعملت حتى في خلال 7 8 شهور كلها عبارة عن أكتر أخبار بنقولها، رفع غرامات، رفع قيد، مديونية، ادفع فلوس، حاول تجيب لعيبة، بتجيب بالفعل لبعض اللاعبين في حدود المتاح اللي موجود لك، جبت 10 لعيبة مرة واحدة في يناير، وده يمكن من المعجزات اللي فرقة تعرف تعملها. فلا لو جينا قيمنا الأمور عشان بس ما ننساقش ونجر لرغي جانبي ممكن يأثر على الفاضي ملوش أي لازمة وتشتيت على الفاضي. يمكن كان في تواصل مع الأستاذ عمرو أدهم طبعا المسؤول دايما عن ملف الغرامات اللي موجودة مع الاتحاد الدولي وملف القضايا الدولية، دايما الاستاذ عمرو ادهم بيبقى متصدر للقصه دي الحقيقه، ونوه لنا وقال لنا لا الكلام ده ليس له اساس من الصحه، تمام، بالعكس ده كل الاجراءات اللي موجوده ان الدفع بالجدول، دايما عندنا كلام مع اليوم حقوق سواء بجدوله زي ما حصل مؤخرا مع خالد بوطيب، وزي ما حصل قبل كده مع كل اللعيبه اللي كان ليهم التزامات ومستحقات صحيح يمكن هي متراكمه بقى لها سنين، لكن في الاخر لما قال الاول انك تدفعها تصدر ليها مجلس الاداره وتصدر ليها اللي موجودين حاليا في المسؤوليه وبيشيلوا من علينا. بعدين كان في كلام مع المتحدث الرسمي الاستاذ احمد سالم كان بيقول اصلا ما تبقى من الغرامات عباره عن 10% يمكن او اقل كمان من فكره الغرامات الكتيره اللي كنا نسمع عنها، ويمكن انا كنت كلمت حضراتكم قبل كده انها توصل لتقريبا ربع مليار جنيه، تخيل ربع مليار جنيه بس عشان اعيش، عشان اقول صباح الخير انا هشارك في بطولات، عشان صباح الخير كده اشارك اخد الرخصه الافريقيه عشان العب في الكونفدراليه. كلام يعني الحقيقه يعني ضايق جدا جدا، ولو جينا نفكر فيه هنقول ازاي وصلنا للنقطه دي، وانا دايما باكد على ان ما ينفعش ان اوصل على النقطه دي كده، ما وصلهاش بالصدفه، انا وصلتها من اهمال، وصلت لها من ترهل، وصلت لها من اهدار للمال العام. ف يعني عايز اطمن الجمهور الزمالك ان بالعكس الشغل الشاغل حتى للمسؤولين في الوقت الحالي هي فكره الخلاص بقى من كل الاعباء والديون اللي قطمت ظهر نادي الزمالك ومعطلاه فعليا. يعني دايما قبل ما افكر في صفقه كبيره او صفقه سوبر زي بفكر دايما اشيل العبء اللي عليا ازاي، اشيل الحمل والدين اللي عليا ازاي. فالاتجاه يمكن اللي عرف يحل 70 80 90% من المشاكل في الحته دي تحديدا اعتقد مش هيبخل ب 10% اللي فاضلين علشان يدخل بقى نادي الزمالك في التراك المظبوط لفريق كره القدم ويبدا بقى يهتم بالصفقات. والحقيقه حتى شفنا نوعيه اختيار الصفقات بنحس ان في يعني اختيار فيه هدوء، اختيار فيه تأني، فيه تعقل، ما فيهوش اندفاعات، ما فيهوش اهدار للمال العام، ما فيهوش فلوس على الفاضي، في محاوله انك تجيب العناصر اللي انت فعلا محتاجها، ما بالك بقى كمان لو الوقت بقى فيه رفاهيه اكتر، ما بالك بقى لو انت درست بشكل اكبر، ما بالك كمان الفتره الصيفيه اذا كنت في يناير وعرفت تحاول تعمل بعض الصفقات السوبر اللي فرقت مع نادي الزمالك، فما بالك بقى لما تكون عندك مثلا فترة انتقالات صيفية، وما بالك ان انت تكون اكثر هدوءا، وما بالك ان انت خلصت 90% من المشاكل، اعتقد ده يساعدنا انك تاخد قرار بشكل افضل وبشكل اهدى وبشكل كمان في قوة وبشكل كمان خلي بالك يبقى في ثقة للعيب اللي جاي، لان جت فترة للاسف من الفترات ان انت وانت حتى بتتكلم مع لعيبه موجوده في انديتها ولعيب عايز تجيبه هو قلقان، لان كل شويه بيسمع نادي الزمالك اسمه موجود في المحكمه الرياضيه في الفيفا في مش عارف في الغرامات، لا اصل القيد موقوف، فيجي حتى تجيب لعيبه، وفي فتره من الفترات جبنا لعيبه بالفعل ما فيش عارفين نقيدها. فكلها حاجات طبعا يعني كل ما واحد يفكرها والله انا بحسن. وكمان من ضمن الحاجات اللي بتحزنني ان ساعات لما بيكون في كلام قوي او انك عايز تلوم بيه احد المسؤولين، لا يا جماعه انا ما لومش المسؤول بيحل، انا لو عايز الوم بقى الوم اللي وصلني للحته دي، مش معقول اسيب اللي وصلني للحته دي واتكلم على اللي بيحل، فدي نقطه برضو مش مقبوله منطق. الا بقى لو في حد هدفه انه يجرنا لده، او الا لو في حد هدفه ان يعني يكسر حاله الوحده او حاله العمل الجماعي، لان مفيش حد عاقل وشاف الفتره القصيره الماضيه والا ويتكلم يقول ان احنا ماشيين في شكل ايجابي. مش راضيين عن النتائج طبعا، ولا ده الوضع الطبيعي لفرقه الزمالك، كل ده عارفينه، لكن دي مش نتيجه يوم وليله، دي نتيجه تراكمات كبيره. ما انا ما يبقى عندي ربع مليار جنيه 250 مليون جنيه على الاقل غرامات، اكيد ده مش في يوم وليله، ده ترهل فتره طويله، ده اهمال في حق نادي الزمالك واهمال في حق فلوس نادي الزمالك فتره طويله.
فما ينفعش ان انا الاقي ماشي لاول مره في اتجاه الحل النهائي واجي اكسر الناس واحده بالطوب من غير ما انا افكر بشكل عاقل. لا، اللي ممكن اللي يستحق ان انا حاسبه فعلا اللي وصلني للنقطه دي، اللي يستحق ان نتكلم ان ازاي نادي الزمالك يوصل للتاخر ده، ازاي نادي الزمالك يكون في الحاله دي، هو ده اللي لازم تحط عليه 100 علامه استفهام. فعموما الكلام اللي جاي لنا الرسمي او من خلال استاذ عمرو ادهم طبعا عضو مجلس اداره نادي الزمالك والمسؤول عن الملف ده، ان لا بالعكس نادي الزمالك ماشي في سكته، نادي الزمالك بيخلص اللي عليه، نادي الزمالك هيدعم ان شاء الله فرقته، نادي الزمالك مش عايز يبقى حتى الصوره الذهنيه وسمعته موجوده بقى الفتره السابقه للاسف بالشكل اللي شفناه خارجيا، ده لا يليق باسم نادي الزمالك. فكلها اتجاهات للخلاص من التركه الثقيله، فان شاء الله تبقى اطمن حضراتكم ان باذن الله يا رب اللي جاي باذن الله يا رب يكون خير، و نادي الزمالك مستمر في التدعيم ومستمر في انهاء كل المخالفات اللي موجوده قدر اتحطينا فيه، وقدر ان الناس اللي موجوده تحملوا المسؤوليه وكانوا عارفين وسموا نفسهم كوماندوز، ان هم عارفين احلام جماهير نادي الزمالك وعارفين طموح نادي الزمالك الطبيعي ومكانته الطبيعيه اللي للاسف كلنا الحقيقه حزنين عليها بشكل كبير لانها اخرتنا على الفاضي. انا واحد من الناس والله يعني حزين جدا على ان انا لسه سنه 2024 بتكلم على الف ب قلب بيه في الـ في الـ في المش في الـ في الـ في, الـ في الـ الغرق اللي وصلنا له الاداري والترهل الاداري والتاخر سواء على مستوى الالعاب وعلى مستوى الادبي او على مستوى البطولات وعلى مستوى حاجات كتير جدا جدا، اخرنا على مستوى حتى عدد فروع النادي. دايما اتكلم في نفس الحته لان اللي بيبني غير اللي بيهد، اللي بيفكر ان يتوسع غير اللي بيفكر انه ياخرك ويهدمك. فان شاء الله ربي يكون في اتجاه الايجابي بامر الله.